FM. الكلمة ليك معز عطية من رئيس جمعية كلنا تونس المجتمع المدني ورأيه في اللي صار البارح وشنو توقعاته لمستقبل ليزي. معز صباح النور. صباح الخير معاذ، صباح الخير ليك وصباح الخير لكل المستمعين كفاية. مرحبا بك معاذ، نمشيو ديريكت في صلب الموضوع. رئيس جديد لهيئة الانتخابات بعد انتخابه البارح من مجلس نواب الشعب في إطار التوافق بطبيعة بين لوبيال النداء وحركة النهضة، كيفاش ريت الانتخابات هذه وهل هي نهاية مرحلة أو بداية مرحلة جديدة؟ والله ما عارف كيما تعرفوا الناس الكل اللي من جويليا اللي زي كانت من غير رئيس بعد استقالة سي شفيق سرسار وزوز أعضاء من الهيئة هذية، كان من المفروض أنه في جويليا يقع 6 شهور وانتخاب رئيس، لكن ولا ماراثون حقيقة. والملاحظين تاع المجتمع المدني وحتى توانسة اللي متابعين للشأن العام ملوا مهل المسلسل هذايا، ولا مسلسل طويل برشا. ويظهر لي صحيح اليوم حتى لين عندنا هيئة مكتملة برئيس، لكن التداعيات كبيرة برشا معاذ. اللي زي خسرت حاجة كبيرة برشا اللي هي الثقة اللي كانت مبينها وما بين المواطن التونسي وما بين كل الهياكل والمنظمات المداخلة في الشأن الانتخابي والشأن العام بشكل عام. معناها خاطر شفنا التجاذبات السياسية اللي صارت حول أعضاء الهيئة، الأسماء اللي كانت مترشحة، كيف مسألة سد التعويض مع القرعة والتعويض متاع الأعضاء متاع الهيئة اللي كان من المفروض يصير في أكتوبر وما صارش. يظهر اليوم ما زالت ما وضحتش بالصفة اللازمة، وسمى وكما ما قلت لك سمى مرارة، معناتها سمى صورة متاع هيئة تمسك اليوم. الرئيس التليلي المنصري الرئيس الجديد للانتخابات، معاذ نعرفوك انت من 2011 تقريبا تبارك الله متابع كل الانتخابات الديمقراطيه اللي صارت في تونس، تقييمك ليه؟ عضو كان في الهيئه الفرعيه بسيدي بوزيد، ينضم حديثا الى نجم نقول الهيئه في مركزها في المركزيه منذ جانفي، هو على المحامين تقريبا وهو محامي لدى تعقيب مواليد 74، هل تنقصوا الخبرة؟ خلينا نقوله هل هو قادر انه باش يخدم مع زملائه؟ بطبيعة نعرفوا الاعضاء اللي معاه عندهم وزن كبير، وخاصة نعرفوا ان اللي زي اذا كان يكون فما انسجام بين اعضائها خاصة على مستوى المكتب التنفيذي انه باش يلقى صعوبات كبيرة وتقريبا ما تنجمش تعمل نجاحات كما 2011 و2014. صحيح معاذ، معناتها مالغري اللي زي حاولت في كل مره تسوق على صوره ان انها كتله منسجمه وان ثم قرارات موحده وثم مجلس منسجم، لكن هذا ما ريناش في على الاقل في 3 ولا 4 مناسبات. اللي معناتها في كل مره يكون عدد المترشحين للرئاسه ما بين 6 و7 اعضاء، هذا اكبر دليل انه ما ثماش انسجام ما بين الاعضاء نتاع المجلس نتاع ليزي وما ثماش رؤيه وخطه عمل واضحه. احنا كنا طلبنا في عديد من المرات وفي عديد البيانات انه ليزي تتقدم الى مجلس نواب الشعب بمترشح وحيد باش نبعدوا على التجاذبات السياسيه هذه ونبعدوا على الخلط واللخطه اللي صارت. نرجع لك على سؤالك على سي محمد تليلي المنصري، صحيح ولا قلناها احنا، معناتها كان ناخذوا 9 اعضاء ونرتبوا السيفي نتاعهم ونشوفوا معناتها مقاييس موضوعيه والخبره في المجال الانتخابي خاصه. يظهر لي ثم اعضاء اخرين بدون غير ما نذكر الاسماء نتاعهم اللي هم مؤهلين اكثر منه بكل صراحه باش يتراسوا ليزي. خلينا نرجع للاشكاليه القرعه معاذ، نعرفوا انه فما 3 اعضاء باش يخرجوا 3 اعضاء باش يزيدوا، هل لو كان صارت القرعه قبل الانتخابات كنا نجم نقولوا جزء من الاشكاليه يتنحى؟ والله هو صحيح، معناتها هو كنا نطبقوا القانون وكهو، معناتها جاء وقت نتاع القرعه باش نعملوا 3 اعضاء نعملوها القرعه. صحيح الاعضاء كانت عندهم قراءه اخرى، يقول لك ما ثماش رئيس يزي، معناتها يزي الصوره نتاعها ماهيش مكتمله، ما نجموش نعملوا القرعه. ولكن كان من المفروض ان نعمل القرعه نتاع 3 اشخاص، نعمل التجديد الجزئي للهيئه ومن بعد ننتخبوا رئيس. بون
مش بدل برشا حاجات. اليوم عندنا رئيس هيئة وعندنا 8 أعضاء أخرين، يظهر لي 6 أعضاء تشملهم القرعة، والقرعة لازم تصير في أقرب وقت باش نشوفوا شكون الأعضاء الجدد اللي باش يدخلوا ليزي، وإن شاء الله ليزي تحاول ترمم صورتها باش نوصلوا الانتخابات نتاع مارس 2018 باش نقوموا بانتخابات بلديه ان شاء الله. كيف كيف ما نعرفوا اللي عندنا استحقاق انتخابي اخر في ديسمبر اللي هو الانتخابات الجزئيه التشريعيه في المانيا، وهذا استحقاق زاد كبير. لكن الحق نعاود نقولها معاذ اللي وهذا مش رايي انا، ما تراي التوانسه الكل معناتها كان ولاحظناه، انه فما الصوره مع التليجي كانت الهيئه المستقله الدستوريه اللي خدمت في 2011 اللي خدمت في 2014 ساهمت مساهمه كبيره في الانتقال الديمقراطي اليوم في تونس. اليوم الصوره نتاع الهيئه هذه تمست، وعمل كبير ينتظر اعضاء الهيئه ورئيس الهيئه جديد. معز حاجه اخرى لازم نقولوها تفضل، اللي هي قرينا البارح في معناتها في عديد من وسائل الاعلام انه بعض اعضاء الهيئه هدوا بالاستقاله في حاله انتخاب السيد محمد كيلي المنصري كرئيس هيئه. مش نشوفوه هذايا تويكا ينجم يفتح بلبله جديده ويفتح لخطه جديده في الهيئه. يعطيك الصحة، شكرا لك معز عطية رئيس كلنا تونس على كل التوضيحات هذه. أكيد اللي زي مازلنا الرومانة مازلنا باش نفركوها، مازلنا باش نتابعوا شنو اللي صاير في الهيئة هذه معاكم مع كل الزملاء. يعطيك الصحة معز عطية، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف. كاب اف ام الكلمة ليك.